باشرت طواقم تنظيف من بلدية السلط الكبرى بإزالة النفايات المتراكمة والحجارة لترميم منطقة درج السلالم. يأتي ذلك بعد أن نقلت المملكة معاناة أهالي المنطقة الذين كانوا يطالبون البلدية وسلطة المياه بإيجاد حلول لإيقاف ما وصفوه بالمكرهات الصحية. وللحديث عن الموضوع تنضم إلينا مراسلتنا من السلط مجد القصير. مجد، أهلا وسهلا بك معنا. مجد، هل قامت البلدية بتغيير الحال في الموقع؟ وكما نلاحظ، نعم، هي هناك تغييرات كثيرة. نعم، هناك تغييرات جذرية عما لاحظناه في خلال اليوم السابق أو ما قبله، فكان هناك تراكم كبير للنفايات، حجارة متراكمة على الأطراف الدرج. اليوم نحن نلاحظ أو كما تلاحظون من خلال الكاميرا، لا وجود للنفايات ولا وجود للحجارة. ستعمل البلدية وكما تحدثنا معهم سابقا على خطة لتنظيف الدرج. ستقوم بترتيب لوضع حاويات، ثلاثة حاويات في المنطقة العلوية والوسطى والسفلى. أيضا هناك خطة ستقوم بها البلدية بتقسيم أو توزيع ساعات العمل بين العمال بثلاثة شفتات أو ثلاثة أوقات دوام بدلا من اثنتين، أي زيادة عدد العمال ومضاعفته. أيضا ستقوم بتحميل النفايات أو أخذ النفايات بدلا من الساعة 10:30 ستقودها أيضا مرة ثانية أو ثالثة عفوا في تمام الساعة 12:30. هذا كل يوم، جدول يومي. ايضا هناك يعني هناك مجموعه خطط او هناك مجموعه امور قامت بها البلديه. بدايه كانت عباره عن اقتلاع الاشجار الصغيره او الشجر او الاوراق الصغيره الموجوده على اطراف الدرج لعمل دعامات اساسيه له بقصد الترميم، سيما وان المتعهد الاول الذي قام ببناء هذا الدرج اخل كما يقول او كما تقول البلديه باسس وشروط بناء هذا الدرج، الامر الذي يتوجب ان تاخذ البلديه على عاتقها بناء وترميم الدرج مرة أخرى. نعم، يعني مجد، كما نلاحظ بالصور وكما يشاهد معنا مشاهدي صباح المملكة، الدرج متهالك تماما. هل هناك وقت معين قالت الأمانة أو البلدية عفوا أنها ستبدأ بترميم هذا الدرج المتهالك؟ كما أسلفت سابقا كان هناك متعهد قام ببناء الدرج وللأسف لم يراعي الشروط بطبيعة المنطقة ولا حتى في المواد الموجودة، والبلدية اعترفت بذلك، يعني ستقوم هي مرة أخرى بترميمه. لا وقت محدد روز، لأن هناك دراسة للمكان، بيئة المكان، طبيعة الحجارة الموجودة هنا، فالوقت يحتاج فعليا لأكثر من شهر كما تقول البلدية. لكن نعم، نعود ونذكر وننوه، تحدثنا سابقا على أن هناك مشكلة في خطوط المياه، هل تم إصلاح هذه الخطوط؟ صحيح، للأمانة تم التواصل ليلة البارحة معي من خلال بعض المواطنين أن سلطة المياه قد جاءت، رسمت خطوط لمواسير المياه الجديدة، ستضع مواسير معدنية بدلا من البلاستيكية التي كانت تعمل على التي كانت تكسر في فترات سابقة أو يقوم البعض بكسرها عمدا. السلطة أيضا قامت بوضع خطة لتمديدات مواسير معدنية تراعي طبيعة هذا المكان. نحن نتحدث عن منطقة جبلية، ثلاثة أقسام من الأدراج، كل منطقة تحتوي مجموعة من لا يستهان بها من السكان، فهناك خطة واضحة، ونحن أيضا بدورنا سنتابع الجهات المعنية سواء البلدية وأيضا سلطة المياه، وأيضا ننوه أو نود أن نعطي المواطنين توخي الحيطة والحذر برمي النفايات. يعني ليس منطقيا أن يقوم بساعتين بتنظيف النفايات بعدها بثلاث دقائق أو أقل كما يقول لي عامل النظافة تأتي سيدة من البيت وترمي بالنفايات بطريقة عشوائية، علما أنه أخبرها أن هذا المكان فقط مخصص لرمي النفايات، فقامت بوضعه بمكان آخر. أيضا هناك مسؤولية على الأهالي، يجب عليهم مراعاة المكان الذي يعيشون فيه، لأنه بالنهاية هو ضرر بيئي ليس فقط عليهم، على السكان المنطقة جميعها. نعم، مجد القصير من السلط، شكرا جزيلا لك.